السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي الكرام إلى هذا العدد الجديد والمتجدد إن شاء الله في سلسلة دروسنا وتأملاتنا في عالم النحل. اليوم هو يوم الخميس 23 أوت 2019، عفوا 22 أوت 2019 أو 22 شهر الثامن الميلادي لسنة 2019. سؤال اليوم أصدقائي وردني من عند صديق، أنا كنت تطرقت لهذا العدد فيما مضى، ولكن لا بأس أن نتناقش فيه مرة أخرى، وهو ما هو أحسن وقت لشراء النحل؟ وأعطينا بعض التوجيهات وبعض النصائح فيما يخص شراء النحل. يلا على بركة الله. أصدقائي الكرام، إحنا عندنا نوعين من المشترين أو من الناس التي تشتري النحل. عندنا الناس المحترفة، الناس التي تحسن التعامل مع النحل وتستطيع أن تتعامل معه بمفردها دون الحاجة لأي شخص آخر، اللهم إلا في حالات هكذا قليلة أو نادرة تحتاج العون من أشخاص آخرين. هذا العدد غير مخصص لهم، لأنهم ما شاء الله عليهم راهم 10 على 10، ولكن هذا العدد مخصص للنوع الثاني، وهم الهواة أو المبتدئون الذين لا يحسنون العناية بشكل جيد بالنحل، أو لا يملكون حيلة هكذا كبيرة في التعامل مع النحل. أول حاجة صديقي الكريم، عليك أن تشتري النحل من عند إنسان ثقة، يكون محب للنحل، يعمل في النحل بإخلاص ويخاف من الله عز وجل في ميدان عمله، حتى يعطيك سلعة مضمونة ونقية ومنتقات. على الأقل راح يصدقك القول في عمر الملكات التي يبيعك إياها مع النحل، فيخبرك إن كانت ملكات هذا العام أو ملكات العام الماضي أو ملكات العام الذي قبله، حتى تكون أنت على دراية على الموعد، يعني بالموعد الذي يتوجب عليك فيه استبدال هذه الملكات، لأنه كما قلنا سابقا الملكات كل سنة وكل سنتين من الأحسن نقوم بتجديدها حتى يبقى المنحل يافع نشيط قوي مزدحم بالنحل. هذه نقطة مهمة جدا علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. النقطة الثانية، وإحنا أغلبنا نربي النحل وسط التجمعات السكانية أو قريب منها، فعليك صديقي أن تشتري نحل هادئ غير عدواني غير شرس طيع، يكون سهل التعامل معه كي لا يزعجك ولا يزعج الجيران أثناء عملياتك اليومية في التفحص والتفقد للخلايا. هذه نقطة مهمة. وأيضا زيادة على أن النحل هادئ، يا أخي إن لم يكن مثلا هادئ خلاص، يعني مثل على الأقل يكون وسط، ما يكونش هادئ هادئ تماما وما يكونش شرس شرس إلى درجة الإجرام، يكون وسط. زيادة على هذه النقطة، عليك أن تقتني نحل جماع للعسل. إحنا في نهاية الأمر كل ما نصبو إليه من تربيتنا للنحل، يعني زيادة على المتعة وزيادة على الخبرة وزيادة على التعلم، نهدف إلى جمع كميات كبيرة من العسل لكي نبيع ما نبيع منها ونصدق ما نصدق منها ونربح آخر الأمر. فعليك أن تقتني النحل الميال لجمع العسل. هذه نقطة أيضا مهمة جدا في تربية النحل، يعني النحل هادئ وجماع للعسل، فهذا أمر ضروري جدا. أيضا بما أنك مبتدئ وتكون الخبرة تاعك قليلة في الميدان، أنت لا تشتري منحل كبير دفعة واحدة، مثلا 50 خلية أو 60 أو 100. أنا أرجح أو أفضل أن تبتدئ ب5 خلايا أو 10 خلايا بالكثير، حتى تتمكن من مراقبتها بشكل سهل جدا، حتى من الناحية المادية تستطيع أن تقتنيها وتستطيع أن توفر لها الشمع والعلاج والتغذية والعاسلات والإطارات وما شابه ذلك. فالمشروع عندما تبتدئه أنت بأقل التكاليف، نفسيا تجد نفسك مرتاح، لا تجد نفسك في ضغط أو في حرج أو تشعر أنك اقترفت خطأ كبير بصرفك لمبالغ مالية طائلة. هذه نقطة مهمة جدا، يعني 5 إلى 10 خلايا تستطيع أن تسيطر عليها، فالأمر هنا راح يكون ممتاز. بعدين لاحقا، يعني في السنة القادمة والسنة اللي بعدها، وسع المنحل بتاعك، وسع طموحاتك، خلي الأرقام تكبر عندك، خلي أحلامك وأمالك تتسع أكبر، فلا مانع. أيضا
الآن نأتي إلى الوقت المناسب. شوفوا أصدقائي، قلنا الخبراء ولا المحترفون لهم حرية اقتناء النحل في أي موسم في أي شهر من السنة، لا يهمهم الأمر لأنهم يعرفون كيف يتعاملون مع النحل. لكن إذا كان الإنسان مبتدئ فمن الأحسن يشتري النحل تاعه في فصل الربيع، ومن الأحسن في بداية الموسم. لماذا في بداية الموسم؟ لأن الأجواء تكون طيبة، درجة الحرارة تكون معتدلة، والمرعى يكون متوفر جدا، بحيث تتيح هذه النقطتين هذو زوج تتيح للنحل أنه يعتمد على نفسه أكثر من أنه يعتمد عليك. يعني يجلب غذاءه لنفسه، يبني الشمع بدون تدخلك، يقوم بالازدهار والنمو والتطور. أنت فقط تقوم بالمراقبة، تقوم بإبداء الملاحظات، تقوم بإضافة الإطارات، تقوم بعملية التقسيم لو تطورت خلاياك بشكل كبير جدا. فأنت راح تمشي مع نحلك هكذا خطوة خطوة، واحدة واحدة، طيلة فترة فصل الربيع. ثم يأتي فصل الصيف، ممكن هذه الطرود التي اقتنيتها في بداية الموسم تكون قد تطورت وازدهرت بشكل كبير جدا. فعندك احتمال حتى أنك تقسمها وتضاعف عددها، وعندك احتمال آخر أنك تحصل على العسل من هذه الطرود، فتربح الخبرة في التعامل مع النحل، وتربح طرود جديدة في منحلك، وتظفر آخر الأمر بكمية من العسل. وأنا صدقوني أنا لا أنسى أبدا أول مرة جنيت فيها العسل من منحلي، كانت لحظة رومانسية، كانت إنسانية، كانت فيها المعاني الكثيرة لا أستطيع ربما أن أعبر عليها هكذا بسرعة، ولكن صدقوني كانت لحظة عزيزة جدا على قلبي. والدليل على ذلك أني لم أنسها على الرغم أني أتحدث عليها الآن وقد مر عليها سنوات طويلة جدا من عمري. أول مرة تجني فيها العسل تماما مثل أول مرة لما تقبض المرتب بتاعك في العمل. أكيد ولا واحد نسى أول شهرية أو أول صالير أمسكه بيديه هكذا. ربما مثل ما الواحد لا ينسى يوم عرسه أو يوم دخوله إلى المدرسة أو يوم الذي ظلم فيه، يعني هكذا كاين واحد النقاط مفصلية في الحياة لا يمكن أن ننساها. أنا هذه النقطة لا أنساها أبدا، أول مرة جنيت العسل من منحلي. المهم هذا بصفة عامة، خلوني نلخص النقاط مجددا واعذروني. قلنا تشتري من عند إنسان ثقة، نوعية النحل تكون هادئة وميالة لجمع العسل، تشتري في بداية الربيع حتى يكون عندك متسع للوقت من الوقت عفوا لخلاياك لكي تنمو وحدها، وأنت تشرف عليها فقط وتكتسب الخبرة. هذه هي النقاط فقط، يعني ما عدا ذلك كلها نقاط مهمة لكنها ثانوية. هذه النقاط الأساسية التي أراها ضرورية. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.